السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركات، أيام العيد وبعدها أيام التشريق. وفي الحقيقة ينبغي للمؤمن أن يفرح لأنه قام بكثير من العبادات والطاعات، هذا هو سبب الفرح. سبب الفرح أن المؤمن عندما يقوم بما يجب عليه تجاه خالقه يفرح، يحس بالفرح. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأضحية وقد قمنا بها وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أمر بصلاة العيد فها نحن قد صلينا، وأمر بصلة الرحم فيجب على الجميع أن يقوم بها، وأمر بالمساعدة والتكافل الاجتماعي وغير ذلك مما ينبغي للمؤمن أن ينخرط فيه، فقد قام به من قام به. والعيد ليس عادة، العيد ليس عادة. بعض الناس كينظروا ليه على أنه عادة، كيقول مثلا من العادات المغربية كذا كذا كذا، وكيدخلوا بعض الأمور التي لا تنتمي إلى الدين وإنما هي عادات قبيحة، مثل ما يفعل بعض الناس الجهال من بجلود، الذين يلبسون الجلود جلود الأضحية في هذه الأيام. هذا ليس من قيم هذا الدين، لا ينتمي إلى هذا الدين، لأن الإسلام يدعو إلى النظافة ويدعو إلى لبس الأبيض في هذه الأيام ولبس اللباس الجديدة والطيبة، وهؤلاء يلبسون الجلود كأنهم حيوانات، والحيوانات أفضل منهم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن هذه العادات السيئة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. ففي الجلود الروائح الكريهة، وكذلك ترويع الصغار، وكذلك الظهور بمظهر لا يليق بالإنسان أن يهبط إلى الحيوان، إلى مرحلة الحيوان. فهبوط الإنسان إلى مرحلة الحيوان مرفوض ومرفوض. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.